الشرعي في العام الصغير فنتبقوا عن المناطق اللي موجودة هناك بين المناطق صحراويه ومناطق جبليه. هنا في الكرتون عادي مفيش حاجه اللي هتقوله طبعا في شوك في البتاع بيبدا يحك النبات في الارض علشان يكسر الشوكه بتاعته بطريقه سريعه كده. هو بيحتفظ نبات الصبار بيحتفظ بنسبة مية بيبدا يقشره يا يمسك الصبره كلها اللي هي الورقه دي يبدا يضغط عليها ينزل الميه فوق تكين هو للاعر ده مش مر يضغط عليها بجربها بس مش عارفينها بتيجي تاخد فين الطعم بعد ناو او ياكل النبات كان في مطعم في زراعيه ما شاء الله ما شاء الله ما حدش يفتح الباب بيطلعها على طول بيشطرها بسنانه وبياكلها وهي نايه مش هيحصل له حاجه او ان هو يحط عليها بير ويسيبها في الشمس لمده يوم هتبدا تستوي نوعا ما. احنا بنقول ان هي تستوي انما هي بتبقى برضه نايه هياكلها مش هتحمل له حاجه دي بطينه هي ودي عادي. طيب برضو ده مش رماد اكلها برضو البيض منتشر طبعا في المناطق الزراعيه او في الجبليه بين التعابين والحاجات دي بيبدا يكسر يا اما هو بيسويها بطين زي ما احنا شايفين دي مش طار معلش بيبدا يقشرها وبياكلها او ان هو بياكلها وهي جايه بيكسر البيضه ويحطها فوق. طبعا الابطال الرياضيين حرام عليكم يا جدعان من ادم ده من ادم طبعا اللي انتوا شايفينه رضا ده طبعا ما بيصدق حروف عادي. لا 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 دور بقى جيت في وشك يا عم رضا. ايوه كده خلي الكواد يشوف طب عشان الصوت بس هو فيها زراعية طبعا سيوك كبير منتشرة ودي طبعا كمان عشان محدش يقول ده هو الانسان هو مش عارف كذا لا هو بيسمع عليها بيسمع عليها بيسمع عليها ايوه هنا بقى على كل الانسان بيسمع عليها فوق خالص وبيسمع وهو صوابه ايه هنشوف هيعمل ايه. يا لا 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 اديني حته بقى يا اخي هو اللي بيحضر ايه ده كله بره طبعا الجبل يجيبوا بقى عم رضي بيبقى على خد الاستفاده اهوت كل يوم نسمع له على كامل الاستفاده ويبدا يفت ايده كانها سكينه بالظبط هيخبط الراس على ناحيه المعده بتاعتها وقوه هيدخل لا تعالى بس كده فصل الرعبة مش بتاعها عالي جدا سنة الله يا الله الله يا جدع يا جدع يا جدع يا ليه دي ولا ايه؟ التدريب اللي هو بيتم ده
هو كده يا برنس انت مضل اوعى كل على الهيد يا بان في الشنطه ده اللي فينا بقى عم اللي بقى الله اكبر بقول لك ايه تاكل نفس الحاجات المعفنه بالنسبه عارفين ايه صامت يا بنت انا كابتن هنا بقى عقل لا لا ايوه كده فهو لو انت ما مسكتوش مظبوط ممكن يورثك ويبخ السم بتاعته في ظرف نص ساعه بيرقص انما التعبان ليه طريقه ان هو يتمسك هو دلوقتي بيهاجمه كده يمسكه من بعد المنتصف بتاعه يبدا يدوخه تاني يبدا يدوخه يعمل حركه دوخان له يلفه انا اللي دوخ كده ويقطع عليه تحت مطاطه ده تعبان ابن ده بقى سمكه يعلم يا قول بقى دخل اي احنا وصفه حلوه وصفه حلوه هنا 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 قدام ايوه ثاني حاجه ثانيه حاجه ثانيه